هل من فرصة للخروج من المأزق؟ افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله. هل هناك فرصة للخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي فرض علينا بسبب التحالف أو تقاطع المصالح بين قوى سياسية انتهازية اتخذت من الدين عباءة لها كي تحقق غاياتها، ومتنفذين في السلطة استفادوا من الوضع الشاذ حتى وصلت الكويت إلى هذا المنزلق الخطير؟ الإجابة نعم، بشرط أن تتوفر الإرادة العليا لعلاج كل المساوئ المتراكمة، بدءا من التضييق على الناس الذي فرضته وجهة نظر جماعات متأسلمة عبر قوانين مخالفة للدين والشرع ولثقافة المجتمع الكويتي القائمة على الانفتاح وقبول الآخر، بدءا من إسكات المرأة مرورا بعدم الاختلاط الذي يكلف المالية العامة ملايين الدنانير سنويا، وصولا إلى غياب الاستراتيجية الاقتصادية وترك الأمور لأجهزة رسمية يتحكم فيها من يسعون إلى احتكار كل شيء في البلاد حتى الهواء في ظل غياب الرقابة والمتابعة العليا. لا شك أن أي توجه إلى التنمية هو قرار قادة دولة، أي دولة، خصوصا في حال لمسوا تواعكا اقتصاديا ينطوي على ممارسة غير مسؤولة من الجهات المعنية أو بسبب العبث في عقول الناس عبر تسخير بعض القوى كل الأدوات المتاحة لتوجيه المجتمع في طريق واحد، وهو ما أدى إلى إقفال البلاد بوجه العالم أجمع حتى باتت مضحكة، خصوصا في موضوع منع الاختلاط. هنا لا نتحدث عن الإجراءات المعقدة والفاشلة لمواجهة جائحة كورونا، إنما عن نهج مستمر منذ 40 عاما، ففي وقت تمنع الكويت إصدار التأشيرات إلا وفق شروط صعبة، فالاتحاد الأوروبي يصدر تأشيرة واحدة تسمح بالتجول في دول عدة، وحاليا بات مسموحا لمواطني بعض الدول بالدخول من دون تأشيرة، كما هي الحال مع السعوديين والإماراتيين الذين بات مسموحا لهم التجول بالاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة، إذ طالما أن الزائر يستطيع الإنفاق على نفسه ولديه تذكرة عودة إلى بلاده يمكنه الإقامة نحو 90 يوما. للأسف إن جنة عدن الكويتية الراسخة في عقول البعض تكاد تصبح جهنم اقتصادية بسبب قصر النظر السياسي في التنمية، ففي التعليم الجامعي تحولت دول الخليج مقصدا للطلاب من الخارج، بينما في الكويت ورغم الجامعات الخاصة الكثيرة فهي مقتصرة على من في الداخل فقط. القطاع الصحي الذي يمكن أن يتحول مصدرا إضافيا للدخل الوطني من خلال تخصيصه وفرض التأمين الصحي على الجميع ليس أفضل حالا، رغم ما تنفقه الدولة على هذا القطاع يكاد يوازي ميزانيات دول نامية، إلا أن التمصلح واللعب على المكشوف بشراء الأدوية وتوزيعها والتربح الجشع يعرقل أي إمكانية لتطويره، إذ لا تكفي المباني الحديثة والفخمة في تنميته، بل تحتاج إلى إدارة واعية وقادرة، وهذا لن يكون موجودا إلا من خلال القطاع الخاص. ثمت من سينبري للقول إن الوافدين يستخدمون البنية التحتية وهؤلاء يستفيدون من رخصها وفتح البلاد سيرهق الخدمات، بينما الحقيقة أن الهدر في الماء والكهرباء والخدمات الأخرى أساسه الانفتاح المجاني للمواطنين، بينما يمكن فرض رسوم على مستخدمي الطرق كما هي الحال في العالم أجمع. لنقولها بصراحة، إذا كنتم تخافون الإنفاق على التطوير وتبخلون على زوار البلاد والمهاجرين فهم لا يبخلون بالإنفاق إذا أتيحت لهم فرصة الاستقرار والإحساس بالأمان، إضافة إلى أن أي زائر سينفق على الإقامة وربما تتاح له الفرصة للمشاركة بمشروع يفيد البلاد والمواطنين. أما في ظل هذا الانغلاق العبثي فإن ما ستواجهه الكويت في المستقبل القريب سيكون صعبا، وعندها لن تنفع أي مبررات أو حجج، لذا لابد من قرار تنموي يفرضه قادة البلاد لوقف العبث الذي تعاني منه الكويت.